في أحد المدارس في قرية هادية بتعاني كايلا من مشاكل كتيرة بسبب مضايقة أصدقائها ليها، وشايفين كمان إن شكلها مش حلو، والأستاذ بيحمس الطلبة إن ألبوم صور السنة جاهز، والمهم إنه محدش يتريق على صور حد تاني لأنه قال لهم إن كل الصور حلوة. وبتحاول كايلا تبعد عن الناس ولكنهم مش بيبعدوا عنها، ولما ألبوم الصور الدراسية وصل الكل هجم عليه، ولكنهم أول صورة اتفرجوا عليها هي صورة كايلا، وطبعا الصورة ما كانتش حلوة، وقعدوا يضايقوها وحاولت تتجاهلهم ولكنهم عمالين بيضحكوا عليها، وما كانش عندها حل غير انها تسيب الفصل وتهرب بسرعة، وراحت لأكتر مكان بتحس فيه بالأمان وهو الحمام، لأنه طبعا ما فيهوش حد هيضايقها. وبتتفرج على صور باقي الطلاب الجميلة ومتضايقة ان صورتها دايما بتطلع وحشة، وقررت انها تريح نفسها من مضايقات الناس وخلصت على نفسها وارتاحت. والكارثة ان الاستاذ اللي طلب من الطلاب انهم ما يضحكوش على الصور هو نفسه اصلا بيضحك على صورة كايلا، والمدرسين ما قدروش انهم ينقذوها. وبعد فترة من موت كايلا بيظهر الاستاذ الجديد في نفس المدرسة واسمه رايان، وقابلته المدرسة أليس وبترحب بيه في المدرسة، والمدرسة دي هي اجمل مكان على وجه الارض. وقابل رايان برضو الاستاذة بيري، وهي واحدة من اقدم المدرسات هنا، ورحبت بيه وطلبت منه انه ما ينساش اجتماع المديرة سو. وقابل رايان البروفيسور بن، وهم اصدقاء، وبن ساعد رايان انه يبقى مدرس هنا لان مشكلة المدرسة دي انها عندها نقص في المدرسين، والكل هنا نسي اللي حصل لكايلا ومكملين حياتهم عادي، والبروفيسور ما كانش موجود لما كايلا خلصت على نفسها، وبيسعى دايما انه يحل كل مشاكل الطلبة. والاستاذة دراموند هي واحدة من اقدم المدرسات هنا، وحضرت اللي حصل لكايلا زمان، وجات لها ام الطالب بيفشل كتير في الامتحانات، والاستاذة هتاخد فلوس طبعا عشان تنجحه، والمديرة سو هتنفذ قرار جديد جدا في المدرسة عشان يزودوا نسبة النجاح وكمان سمعة المدرسة تكبر. والقرار ده هو انه مفيش اي طالب هيسقط خالص، وهيزودوا درجات الطلاب اللي فشلوا وهينجحوهم، وكده طلاب كتير هينضموا للمدرسة، وفلوس اكتر كمان المدرسة هتكسبها. والاستاذ جيمس متضايق من القرار ومعاه فاليري كمان على عكس باقي المدرسين اللي موافقين عادي، والمهم انهم ما يشوفوش الطلبة تاني. والقرار ده هو قمة الفساد يا صديقي، والمديرة سو هتعزم الاساتذة على العشاء في بيتها الليلة عشان يتفهموا اكتر، وكلهم كانوا حاضرين اللي حصل مع كايلا زمان ما عدا الاستاذ رايان والاستاذة ليندا لانهم لسه منضمين للمدرسة. وفاليري مش مهتمة لانها كده كده هتسيب مهنة التعليم. والاستاذة دراموند خرجت من المدرسة عادي بعد ما وقت العمل خلص، ومتجهة للعربية وهي سعيدة جدا بسبب الفلوس اللي خدتها، ولكن لما وصلت للعربية افتكرت انها نسيت المفاتيح في الفصل، ورجعت للمدرسة رغم خوفها لان المدرسة دلوقتي فاضية. ولما دخلت للفصل لقت رسالة تهديد، وبصت حواليها وما لقيتش حد موجود خالص، والمشكلة انها مش لاقية مفاتيحها كمان، وسمعت صوت غريب. ولما راحت تتأكد لقت السفاح اللي اصابها في ايدها، وقفلت الباب وهي مستنية، وحست وسمعت ان السفاح خلاص ساب المكان، وفتحت الباب عشان تحاول تهرب، يمكن يكون كان فيه طالب متضايق منها والطالب ده اصابها وحصل على انتقامه وهرب، ولكنها شافت السفاح من تاني وجريت واستخبت في الحمام. والسفاح دخل عشان يدور عليها والباب مقفول، والدم ارشد السفاح لمكانها، ولكنها اتفاجئت لما لقيته سابها ومشي، وده بسبب انه مش السفاح، ده مجرد عامل التنظيف، ولو كانت شافته كانت طلبت منه المساعدة. والعامل مشي ومهتمش بالدم الا على الارض لانه كده كده الدم قليل. وخرجت الاستاذة من الحمام وحاولت تكمل هرب، ولما فتحت الباب لقيت السفاح وقتلها، وديه اول واحدة تموت. وفي بيت المديرة سو جوزها جون بيتفرج على التلفزيون ومستني الوقت يحل عشان يمشي ويخرج مع اصدقائه، ولقى الباب خبط والاستاذ جيمس هو اول واحد حضر للعشاء ووصل بدري جدا عشان ياكل قبل الباقيين، وجون هيمشي وهيسيب البيت وهيسهر مع اصدقائه، وسو منتظرة باقي الاساتذة اللي اتأخروا شوية. وفي بيت الاستاذة فاليري لقت عربيتها بتعمل صوت لوحدها، ولما راحت تتأكد ملقتش حد موجود ومهتم
تمتش وبتستعد انها تروح لبيت سوها عشان العشاء، ولكنها سمعت صوت العربية من تاني وراحت تبص جوه العربية ولكن ما لقيتش حد موجود، والنور الاحمر اشتغل وشافت السفاح واستخبت جوه العربية وقفلت على نفسها، ولكنها ما خدتش بالها ان مفاتيح العربية وقعت منها والسفاح خدها ودخل للعربية وقتل فاليري اللي حضرت اللي حصل لكايلا. وكل الاساتذة وصلوا لبيت سو وما اهتموش بفاليري لانها كده كده كانت هتسيب مهنة التعليم، وبتتمنى سو انهم كلهم يستمتعوا الليلة. وحاول رايان انه يظهر تعاطفه للي حصل مع كايلا زمان، ولكن رايان استغرب لما لقى الكل مش مهتم ووصفوا كايلا بانها شخص ضعيف ما قدرش يتحمل النقد وكمان ما عرفتش تنسجم مع باقي الطلاب، وكان ممكن انها تتجاهلهم وتريح نفسها. وفرحتهم ليندا انها اتخطبت وبتستعد لحياتها السعيدة، والمدرسة اللي فيها وشها حلو جدا عليها وحاجات جميلة كتيرة جدا عمالة بتحصل لها، وحتى الان الامور هادية وهم كلهم مش مدركين للكوارث اللي هتحصل لهم. والليل اشتد وهم بيهزروا وبيضحكوا، وهيخرج جيمس لبرا البيت وهيشم هوا نقي ومتضايق لانه فاضله سنة وهيتقاعد من مهنة التعليم. وهو برا سمع صوت غريب بينادي عليه ولكن مفيش اي حاجة قدامه، وراح يتأكد حوالين البيت وملقاش حاجة برضه، ونادى على الشخص الغريب ولكن مفيش رد. ودخل للبيت وبيسأل الباقيين على مين فيهم اللي كان بينادي عليه، وكلهم ضحكوا عليه لانه بيهلوس وهيسيب البيت وهيمشي لانه مش مرتاح. ولكن رايان خد منه المفاتيح لان جيمس شارب كتير جدا ومش مركز، وطلبت سو من جيمس انه يفضل في البيت لحد الصبح وهيستنى في غرفة الضيوف، وسابهم ومشي. واعتذرت للكل على تصرف جيمس وهي عارفاه لانهم كانوا اصدقاء من وهم صغيرين. وجيمس وصل لغرفة الضيوف وحس بالتعب وهينام خلاص، ولكن لقى النور الاحمر اشتغل والسفاح ظهر وقتله، والباقيين مكملين كلام. ولكن براندت شكر سو على الاكل وهو خلاص لازم يمشي دلوقتي، وليندا كمان هتمشي مع براندت وشكرت سو. ورايان هيروح يكلم صديقه بن وقال له انه موجود في الكازينو القريب من بيت سو ومستنيه عشان عايز يكلمه، وبسبب ان الوقت اتاخر فبراندت هيوصل ليندا للبيت. وحاول رايان انه يمشي ولكن طلبت منه سو انه يستنى معاها هي واليس شويه، واليس هتروح للحمام وطلبت منها سو انها تطمن على جيمس لانهم مش سامعين صوته خالص. واليس في الحمام سمعت صوت خبط غريب على الباب وافتكرته انه جيمس. ورايان شكر سو على الاكل وهو فخور لانه انضم للمدرسه وسابها ومشي خلاص. ولما خرجت اليس من الحمام ما لقيتش جيمس، ولما راحت لغرفته عشان تطمن عليه لقيته ميت، والنور الاحمر ظهر والسفاح كمان وقتل اليس. وكده مش فاضل غير سو بس الوحيده اللي حيه في البيت، وهي بتشوف شغلها سمعت صوت غريب وافتكرت ان جوزها جون رجع من السهره، وسابت الكتاب وراحت تتاكد ولقت كوبايه مكسوره السفاح وقعها عشان يضللها. ولما رجعت لمكان الكتاب لقيته اختفى ومكانه ظهر البوم الصور اللي بسببه ماتت كايلا زمان، والدم كمان موجود في البوم الصور، والضوء الاحمر اشتغل والسفاح ظهر. وقتل سوه، وكده مش فاضل غير براندت. ولقيت ليندا مكالمة ليها من خطيبها وهيستناها عند عربيتها عند بيت سو عشان يوصلها للبيت، وطلبت من براندت انه يرجعها لبيت سو، وعمل كده فعلا ومشي. ولكن المشكلة ان ليندا خانت خطيبها مع براندت، والسفاح كان مراقبهم، واول لما وصلت ليندا لعربيتها مفاتيحها وقعت والسفاح ظهر وقتلها بسبب ذنبها. ومهمة السفاح خلاص قربت تخلص، ووصل رايان للكازينو وصديقه بن وصل واعتذر له لانه اتأخر عليه بسبب مشاكل بين شوية طلاب، ولقوا ان الست اللي شغالة في الكازينو اسمها سارة وهي اصلا مدرسة كانت شغالة في المدرسة زمان وحضرت اللي حصل لكايلا، ولكنها سابت مهنة التعليم واشتغلت هنا في الكازينو عشان تكمل شغل عيلتها. وفجأة وصل براندت واستغرب من وجود رايان وبين في المكان، وبين ما كانش فرحان انه شاف براندت وقال انه نسي حاجة مهمة في البيت، وكان بس بيسلم على صديقه رايان.
وهيكمل براندت وراين السهرة هنا لوحدهم. واعتذر براندت لراين لانه ما كانش مهتم باللي حصل لكايلا زمان، ولكن محدش فيهم توقع انها تخلص على نفسها، ومحدش كان فاهمها ولا قادر يساعدها، ومستغربين انه مفيش اي حد موجود في المكان غيرهم. وقالت لهم سارة ان معظم الناس هنا هم كبار في السن واخرهم في السهر لحد الساعة 9، وطلبت منهم انهم يستنوا لحد ما تجيب حاجة من المخزن، ولو حد دخل للمكان هم لازم ينادوا عليها وهي هتظهر. وسارة لوحدها في المطبخ سمعت صوت، والضوء الاحمر اشتغل وظهر السفاح وقتلها. وراين هيروح يعمل مكالمة تليفون وساب براندت اللي نادى على سارة عشان يقول لها انه هيمشي، ولكنه استغرب لما ملقاش منها رد. ولما راح يتأكد السفاح ظهر وقتله، وراين ملقاش شبكة تليفون، ولما دخل للمكان ملقاش حد، ولما نادى ملقاش براندت ولا سارة. والمشكلة انه كمان لقى الباب مقفول وهو محبوس هنا، وسمع صوت، ولما راح يتأكد لقى السفاح اللي ظهر وبيطرده عشان يقتله هو كمان. وراين مش لاقي اي مخرج خالص من المكان، وبيحدف على السفاح الكوبايات وبيحاول يشتته عشان يحمي نفسه، ولكنه فشل، والسفاح حصره وضربه واغمى عليه. ولما صحي راين لقى قناع السفاح، والسفاح هو صديقه بن، وهو اخو كايلا اللي ماتت زمان، وكان بيطارد كل المدرسين اللي كانوا موجودين وقت الحادثة لانهم ما قدروش يساعدوا اخته كايلا، والمدرسين نفسهم كانوا بيضحكوا على كايلا ومحدش اهتم بيها، وكانوا متهمينها انها معرفتش تنسجم مع الطلاب. وبين ما كانش هيقتل راين، ولكن لما براندت ظهر اضطر انه يقتله، وهو كان هيقتله بكرة مع سارة، ولكن خطته فشلت، وهيضطر بين انه يقتل راين لانه شاف وجهه وهو الوحيد اللي باقي كده كده من كل المدرسين اللي في المدرسة. ولكن راين هجم على بين وجري بسرعة، وبين اتضايق وجهز الفاس، ولكن لما راح عشان يطارد راين عمل له فخ وهجم عليه، وبين وقع، وراين قتل بين للانتقام لكل المدرسين، وفي نفس الوقت كمان عشان يمنع بين من الانتقام وقتل المزيد من البشر. وبعد فترة راين نسي اللي حصل ومكمل شغله في المدرسة، وبيحاول يهتم بكل الطلاب عشان محدش يحصل معاه زي اللي حصل لكايلا زمان. ولقى الاستاذة بيري ظهرت ومستغربة من قوة راين انه مكمل تدريس رغم اللي مر بيه، وقالت انه قوي جدا ومحدش بيعرف حقيقة الناس، وهي ما توقعتش ان بين البروفيسور الطيب هو السفاح. وراين قال لها انه بحث عنها كويس وعارف هي مين، وحاولت تشتته وتطلع السكينة وتقتله لانها هي ام كايلا وبين كمان، وعايزة تنتقم من راين، ولكن راين عارف وطلع مسدسه وكان مستنيها وهيبلغ الشرطة عشان يقبضوا عليها. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص، وفي الوصف هسيب لكم روابط لمزيد من الافلام.